السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثمة من يرى أن القرن 21 هو قرن الإعلام، وذلك بعد سطوة وسائط التقنية الحديثة وتوظيفها في صالح بث محتوى إعلامي هدفه غالبا صوغ تصورات الناس وأفكارهم. والإسلام الذي هو دين كامل وشامل لكل جوانب الحياة، هل حوى نصوصا أو تشريعات أو منهاجا للتعامل مع هذه الظاهرة؟ وهل يوجد في وقتنا الراهن إعلام إسلامي؟ مفهوم الإعلام في الإسلام ووظائفه ومقاصده هو عنوان حديثنا في هذه الحلقة من برنامج مقاصد، تأتيكم تفاصيلها بعد هنيها. يسعدنا الترحيب بضيف الحلقة الدكتور ياسر عبد التواب، رئيس أكاديمية الدراسات الإسلامية والإنسانية، وهو معنا عبر سكايب من إسطنبول. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم إن شاء الله. في البدء دكتور ياسر، هل يحوي الإسلام، وأنت يعني إلى جانب رئاستك لمركز الدراسات الإسلامية والإنسانية يعني خبير إعلامي، هل يحوي الإسلام مفهوما واضحا ومحددا، يعني واضح المعالم ومحددا ومتكاملا للإعلام، لظاهرة الإعلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمفهوم الإسلام مفهوم شامل كبير يشمل الإعلام وغيره من الأنشطة الإنسانية والاتصالية بين البشر. بمعنى إذا كنا نقول أن الإعلام هو كما يقال جزء من أيكولوجية المجتمع، بمعنى أن يعني كأننا نعتبر المجتمع آلة، وأن ما فيه من حراك هو تروس داخل تلك الآلة. فالإعلام يؤثر ويتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المكان الذي يعمل فيه، وفي نفس الوقت الذي يتحكم في كل ذلك، سواء كان الإعلام أو الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع أو ما يشبه ذلك، كله جاء به نظام الإسلام العام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكرة البلاغ نفسها، إذا قلنا أن الإعلام لغة هو التبليغ، تبليغ المخاطب أمرا أن نعلمه، يعني نبلغه بشيء، فهذه حتى بنفسها بنصها جاءت في الآيات القرآنية التي تحدثت عن إبلاغ الرسالات، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فمفهوم الإعلام في الإسلام هو مفهوم من ضمن مفاهيم الإسلام لنظام الحياة في للبشرية، أنه يضع لها أصولا عامة تلتزم بها ويمتثلون لها، فلذلك يكون هنا الإعلام متحكم فيه من قبل الإسلام. ولذلك هذا مفهوم أيضا الإعلام الإسلامي، بمعنى أننا لا نقول أن الإعلام الإسلامي هو إعلام ديني. إعلام الديني هو المقصد في الحديث في شؤون الدين، لكن إذا قلنا أن الإعلام إسلامي فهو ينتمي إلى الإسلام الذي يتحكم في شؤون الحياة بضوابطه العامة. يعني إذا كنا نتكلم عن الثقافة فستكون الثقافة منضبطة بالإسلام، إذا كنا نتكلم عن الاقتصاد فنفس الشيء، إذا كنا نتكلم عن السياسة فنفس الشيء. بمعنى آخر، هو الإعلام الإسلامي هو إعلام طاهر، إعلام يدعو إلى الخير. قبل أن نأتي على حديث موضوع الإعلام الإسلامي، معذرة دكتور، إذا ما كان هناك إعلام إسلامي أم من عدمه، هذه سنأتي عليها ربما في السؤال اللاحق، لكن أنا فهمت من كلامك أن الإسلام يحوي مفهوما واضح المعالم ومحدد للإعلام، وإن كان في حالته الأصلية والأساسية هو التبليغ، تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. نعم، ليس فقط مجرد التبليغ، الإعلام يعني عموما أو مفهوم الإعلام عند الإسلام هو أن يكون مجالا للخير، مجالا لبيان الخير، تثقيف الناس، توعية الناس، الحصانة مثلا ضد ما هو ضال ومضل، كل ما هو ربما شارد عن الطاعة الأساسية المطلوبة في الإسلام. نعم. كل ما هو مثلا لا يرتجع إلى مرجعية ربانية في أحواله. نعم. كل هذا أصل في مفهوم
الإعلام عند نعم، الإسلام. وهذا مرتبط بوظائف الإعلام في الإسلام، وهو بعد الفاصل في المحور الثاني سنتوسع فيه، لكن انطلاقا من هذا المفهوم وهذه المحددات المفهومية في الإسلام بالنسبة لظاهرة الإعلام، هل يمكن القول يعني الآن في وقتنا الراهن يوجد إعلام يصح أن يوصف بأنه إعلام إسلامي؟ هو نحن عندما نضع المعايير يجب علينا أن نفرق بين التطبيق وبين النظرية، بمعنى عندما المعايير دائما تكون ثابتة بينما التطبيق قد يقترب أو يبتعد عنها بقدر يعني القدرة على تنفيذ هذه المعايير. عندما نقول مثلا أن الإخبار يجب أن يكون إخبارا بأشياء صادقة وليس فقط مجرد أيضا صادقة كما يقال، هناك حصافة في الصدق، بمعنى أنك قد يكون مثلا إخبارك بأشياء من خصوصية الناس هو في ذاته صادق. أن تفعل شيئا في خصوصية للآخرين هذا جزء آخر يحتاج إلى تفاصيل أخرى. فكرة مثلا أن يكون يعني أيضا الصدق في مثلا إشاعة أو إذاعة أشياء حدثت بالفعل لكن السماع بها ربما يؤدي إلى تشجيع مثلها، مثلا مثل بعض الجرائم، مثل بعض الانحرافات أو كذا، أو إشاعة أسرار الدول مثلا، هذا كله صادق لكنه ينضبط في يعني مفهوم الإسلام بفكرة المصلحة والمفسدة والجواز وعدم الجواز في هذه الجزئية. هناك أيضا فكرة تثقيف مثلا، التثقيف نفس الشيء، يعني إذا كان هناك تثقيف في جانب إفادة الناس، في جانب رباني من طاعة الله عز وجل، في جانب التزام بطاعة الله سبحانه وتعالى وبيان الخير من الشر، هذا كله تثقيف طيب ومطلوب، أو يكون تثقيف في شيء عام مباح، يعني هذا كله أيضا يجوز بلا تردد. المشكلة كلها أو الإشكالية كلها في الإعلام، يعني عندما ننظر إليه من مفهوم الإسلام ومن منظور الإسلام، هو ما هو منه جائز من الناحية الشرعية أو غير جائز، خاصة أن الإعلام معناه أنك تشيع الأمور عند جميع الناس، يعني أصلا الإعلام رسالة، والرسالة رسالة علنية، ولذلك أنا شخصيا أعرفها بأن الإعلام نفسه رسالة علنية مقصودة وموضوعية وغير ربحية ومنضبطة بضوابط الإسلام. كلمة الإسلام، كلمة منضبطة بضوابط الإسلام هي التي تجعله مختلف شوية عما هو يعني من الإعلام الآخر. لكن لو سألتك عن المعايير التي يعني على أساسها يمكن الحكم على هذا الإعلام بأنه إعلام إسلامي من عدمه، مظاهر الإعلام الإسلامي بالشكل العام يعني في المطلق بدون تحديد، يعني لأنه أنا أخشى أن نقفز على محور الوظائف التي ستأتينا بعد الفاصل، أريد أن نعزلها في محور مستقل. مظاهر الإعلام الإسلامي أو المعايير الحكم على الإعلام على قناة تلفزيونية أو على صحيفة أو على منصة تواصل مجتمعي بأنها تدخل في إطار الإعلام الإسلامي، إذا كان يعني تبث أخبارا صحيحة صادقة صادقة، إذا كان هناك نصح صادق حقيقي وتثقيف يعني يعتبر. أنت عارف حضرتك في تقريبا ثلاث معالم أساسية: فكرة الإخبار، فكرة التثقيف، فكرة الترفيه. فإذا انضبطت هذه المتغيرات الثلاثة فهذا يعني يكون إعلام في نهاية الأمر يصب في مصلحة المجتمع المسلم. إذا أضفنا إليه ما نسميه نحن في الإعلام الإسلامي بالتربية، فإن هذا يعطينا بعدا رابعا، وهو أنه ليس التثقيف من أجل فقط الرفاهية العقلية، وإنما التثقيف من أجل أن نعمل وأن نجتهد وأن نتربى على شيء ما مفيد. إذا وضعنا أيضا فكرة الترفيه مثلا، ما بين البعد عن الإسراف في الترفيه وبين أصلا أن يعني يكون هذا الترفيه جائزا، فكل هذا أيضا يكون من ضوابط أو مفاهيم أساسية في الإعلام
من وجهة نظر الإسلام. لكن دكتور ياسر، يعني قد يقول مراقب إعلامي أو متابع لهذه الحلقة ولهذا الحديث الآن، قد يقول لك إن ما تفضلت به هو كلام في حيث المطلق صحيح، ولكنه تلتزم به قنوات إعلام غير مسلمة في الغرب وفي الشرق، في الصين وروسيا وأمريكا وأوروبا، وبالتالي هذا يدخل ضمن المشترك الإنساني. ليس هناك بما طرحت معايير محددة تصم الإعلام بأنه إعلام إسلامي ينفرد عن الإعلام الغربي مثلا؟ لا، إذا أردنا أن نتكلم في المفاهيم المنفرد التي ينفرد بها الإعلام الإسلامي هذا شأن آخر. أنا بكلمك من ناحية الإعلام ككل، حتى يكون الإعلام مقبول إسلاميا فهو يجب أن يكون في إخباره صادقا، في تثقيفه يعني نوع من الإفادة بشكل صحيح، فكرة الترفيه يكون بعيدا عن الإسراف أو استخدام المحرمات أو كذا، هذا من المقبول إسلاميا. قد يكون بالبعض كما تفضلت يطبق هذا، وهذا مشترك إنساني كما تفضلت الآن، لكن إذا أردنا أن نتكلم عما يميز الإعلام الإسلامي هذا شيء آخر. يعني يكون هو ما يميزه هو يدخل في إطار المعايير الحاكم عليه بأنه إسلامي. نعم مظبوط. إذا كان مثلا عقائديا ملتزما، إذا كان ربانيا، إذا كان إعلاما أخلاقيا، إذا كان يعني ملتزما بالإسلام بشكل عام، إذا كان يدعو إلى إفادة المسلمين ووحدة المسلمين، إذا كان يدعو إلى أن يكون مثلا ومع ذلك مثاليا في ذات الوقت، يعني يعرف المثالية ويجتهد فيها قدر المستطاع، فكل هذه من معالم الإعلام الإسلامي. فالفكرة، فكرة العبودية فكرة أساسية في الإسلام، يعني لابد أن ينطلق الإعلام الإسلامي من مفهوم الربانية والعبودية، ولذلك يلتزم بالأخلاق، يلتزم بالصدق إلى غير ذلك. وهذا مرتبط بالحديث عن وظائف الإعلام في الإسلام ودواعيه، دواعي وجود إعلام إسلامي وكذلك مقاصده، وهو ما سنتحدث عنه بعد فاصل قصير بحول الله تعالى. أسعدكم الله مشاهدينا الفاضلين، نواصل حديثنا مع ضيفنا الدكتور ياسر عبد التواب في موضوع الإعلام في الإسلام. دكتور ياسر، عندما نقول إعلام إسلامي، ما الدواعي التي يعني تدعو إلى ظهور هذا الإعلام وخصوصا في وقتنا الراهن؟ هي نفس الدواعي التي يجب أن نضعها في جميع مناشط الحياة. يعني كما ذكرت لحضرتك مثلا، ونظرنا للاقتصاد كمثال، فهناك ضوابط شرعية جاء بها الإسلام لفكرة الاقتصاد، البعد عن الربا، ترك مثلا الإجحاف بالناس مثلا في شيء ما، أو استغلال حوائجهم، إذا كان هناك عقود فتكون العقود منضبطة بحقوق الناس، إذا كان هناك يعني إقراض فيكون له ضوابط معينة. لو أذنت لي أن أدخل معك إلى مساحة أعمق من ذلك، يعني أنت تلاحظ أن الآن ربما هناك 5 أو إلى 6 دول هي تسيطر على التدفق الإعلامي في العالم، ولدينا 5 أو 6 وكالات هي التي تصوغ العالم بأسره من منظور إعلامي. يعني الآن الإعلام الغربي الذي ينطلق من مفاهيم مادية علمانية لا تؤسس لآخرة أو لأخلاق فاضلة إلى آخره، وإنما هي المنفعة والربحية البحتة. يعني ألا ترى أن الدواعي لظهور إعلام إسلامي هي محاولة المشاركة في صوغ عقول المسلمين وأفكارهم وعاداتهم ومقارباتهم تجاه المستجدات والمشكلات في هذا العالم؟ حضرتك الآن سألت وأجبت، وهذا صحيح.
كما أنا بدأت أدخل من مدخل الاقتصاد باعتبار أن الاقتصاد في الإسلام له ضوابطه، أيضا أتكلم أيضا إلى عن الإعلام، والإعلام أيضا له ضوابطه أيضا الشرعية وأهدافه المختلفة نوعا ما. هناك يجب أن نفرق بين المشترك الإنساني في العملية الإعلامية، بحيث مثلا فكرة، ربما فكرة المصداقية، فكرة الموضوعية، ربما فكرة يعني المتابعة بشكل دقيق، أو فكرة حتى الأمور الفنية في التواصل والاتصالات واستخدام الاتصالات، كل هذه أكيد هي من المشتركات التي صارت إنسانية، كما أن الطب مثلا هو فيه مشتركات إنسانية، وإن كان المسلمون ساهموا في كثير من أحوال الطب وتقدمه. لو عدنا إلى الإعلام نقول نفس الشيء، هناك مشتركات إعلامية بين جميع أنواع الإعلام المختلفة، وبين يعني الإعلام ما نسميه الإعلام الإسلامي. وهناك إعلام في بلاد المسلمين، وهناك إعلام ينطبق عليه الأوضاع الإسلامية، فقد يكون بعض الذين في غير دائرة المسلمين يمارسون إعلاما نظيفا طاهرا، فنسميه هو في ذاته يصلح أن يكون إعلاما إسلاميا حتى وإن قدمه غير المسلمين، باعتبار أنهم في هذه الجزئية على الأقل انضبطوا بضوابط الإسلام في هذه الجزئية، فلذلك يتسع مفهوم الإسلام، الإعلام الإسلامي، ليشمل مثل هذا النسق من الإعلام. لكن بالطبع ما أشرتم إليه من احتكار الخبر هو ليس 100% حاليا يعني منضبطا. لا تنسى أن الإعلام الآخر الموازي، إعلام الإنسان، إعلام المواطن، إعلام وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حد ما كسرت هذا الاحتكار الشديد، إنما الحرفية هي الفرق يمكن الأكبر الذي إلى الآن لم يحصل. يستطيع الناس الآن من أي مكان أن يبثوا بثا مباشرا، أن يغطوا بعض الأشياء، بعض الأحداث، ولذلك من الصعب يعني أن تسيطر هذه الأماكن على هذا التواصل، وإن كان طبعا هناك نوع من السيطرة الأخرى من خلال الرقابات والحكومات وما يشبه ذلك حتى على هذه الوسائل، بل هناك وسائل مضادة يقومون بها مثل ما يسمى باللجان الإلكترونية وما يشبه ذلك، كنوع من المضاد لما يقوم به الناس من مثل هذه الأعمال. فالاحتكار ليس كبيرا بهذه الدرجة إذا استطعنا أن نرشد وأن نضبط هذا جميل الموضوع. جميل دكتور ياسر. دكتور ياسر، يعني معذرة على المقاطعة، حتى هذه أحاورك في هذه النقطة لأهميتها. يعني ربما يكون احتكار الخبر إذا حصل تفجير في الفلبين مثلا، ربما يبث أي شخص عامي بثا مباشرا عن طبيعة الاحتراق، لكن الخطورة ربما في تفسير الحدث. هي وسائل الإعلام الدولية التي تحتكر الخبر، تحتكر قضية التفسير، والتفسير ربما هو الذي يصنع الرأي العام الدولي. الرأي العام أشياء طبعا فيها مشتركة، بس ما تفضلتم به نعم صحيح، بشكل أساسي تزوير الرأي العام هذه قضية أخرى قائمة، وهي تختلف عن المفهوم الإسلامي للإعلام. يعني الحقيقة صياغة العملية من البداية، من بداية الإعلام تماما، كان يتحكم فيها جهات متنوعة مختلفة، إما بقصد أو بغير قصد. يعني لما جاءت بدايات الإعلام في بدايات الصحف، في يعني من بعد 1500 للميلاد سابقا، فقد كان وظيفة الصحف في هذا الوقت أنها تنقل الخبر كما هو، لا تزيد عليه، ولكن احتاج الناس إلى أن يفهموا لماذا يحدث هذا، لماذا، لماذا، كلمة لماذا هي السؤال الأكبر الذي يشغل وجه يعني تفكير الجمهور دائما. لماذا حدث هذا؟ لماذا؟ يعني كيف تفسرون لنا يعني ما بعد هذا الحدث؟ فاحتاج الناس إلى التثقيف، احتاجوا إلى شرح هذه الأخبار، إلى بدايات لفهم هذا الموضوع بشكل صحيح. هنا تدخلت الفئة المثقفة. الفئة المثقفة قد تكون لها أفكار أخرى، قد تكون لها يعني اتجاهات أخرى، ثم من بعد ذلك بدأت تدخل الحكومات والدول على هذا الخط باعتباره شيء مؤثر في الجماهير. فمن قديم السنين، من أكثر من تقريبا قريب من 700 800 سنة،
والتدخل القوى المختلفة، القوى المالية والاقتصادية والسياسية بالطبع، بالإضافة لاستخدام المثقفين في هذا الموضوع، هذا شيء قديم جدا وما زال طبعا إلى الآن. فتزوير وعي الجمهور هذا قائم جدا وواضح جدا في حجب أو تفسير ما يحدث. ولكن ما زلت أقول أن الـ يعني الأمل هنا في أن يكون المجتمع أكثر وعيا باعتبار تنوع الجهات التي تفسر بشكل ربما صحيح، وهذا دور المثقفين المصلحين وأصحاب القضايا يعني لوعي البشر في أي مكان طبعا. فهم هنا يواجهون مثل هذا التحدي، يواجهون تحدي أن الناس لديهم من استغلاق الفكر ما حرصت كثير من الجهات المتنفذة على بثه فيهم، حتى لا يكون لديهم الوعي الذي ربما يقاوم بعض الأخطاء التي تحدث أو بعض الخيانات التي تحدث. ومن جهة أخرى يواجهون الضغوط المتحكمة في الإعلام عموما، في حتى مناشط الحياة المتنوعة، بل حتى في أرزاقهم هم أنفسهم، هذا موجود. لكنها كما نقول هي معركة الوعي، هي معركة الفهم، وهي جزء من المعارك التي يخوضها المسلم بشكل عام أو الإنسان الشريف في أي مكان كان. دكتور، ينفرد الإسلام يعني عن باقي الأديان والشرائع سواء كانت السماوية أو الوضعية الأرضية بأنه دين شامل كامل وعالمي، ليس محدودا بحدود جغرافية أو عرقية أو ثقافية محددة. انطلاقا من هذه الخاصية أو الخصيصة، ما الوظيفة التي يجب أن يؤديها الإعلام في التصور الإسلامي؟ هو أكثر من وظيفة، لكن لو قلنا أنه لو حبينا نجمعهم بشكل عام في وظيفتين أساسيتين أو ثلاثة، هنقول أنه الأولانية أنها ربط الأمور برب العالمين، يعني الربانية، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا يعني يختلف إلى حد كبير عن غيره، الإعلام الإسلامي من ناحية ربط الناس بربهم سبحانه وتعالى وتعبيدهم له. المنشط الآخر أو الخصيصة الأساسية الكبرى وهي الالتزام بأحكام الشريعة، بمعنى ما دمنا نحن في مجتمع مسلم فيجب علينا أن ندعو الناس بكل الأحوال بأحكام الشريعة، حتى بما فيها مقاومة الظلم مثلا، بما فيها قول الصدق قول الحق والنصح وصدق النصح وكذا. كل هذا من المعالم الأساسية الأخرى التي يختص بها الإعلام الإسلامي. لو قلنا فيما بعد فهو الإعلام الأخلاقي، الإعلام الأخلاقي الإسلامي يلتزم بجميع منظومة الأخلاق الإسلامية التي جاءت من بدايتها، من بداية الصدق، من بداية يعني مراعاة مشاعر الناس، بداية مراعاة حقوق الناس وما يشبه ذلك. لو قلنا أي شيء آخر فسيكون في المرحلة التالية، وهو أن الإعلام الإسلامي إعلام عالمي، بمعنى أنه يهتم بشؤون العالم دون أن يغفل المحلية، ليس إعلاما محليا ضيقا في مكان معين أو في دولة معينة، وإنما هو لأن الدعوة الإسلامية هي دعوة عالمية، فهو كذلك ينظر للأمر من ناحية العالمية، عينه دائما عما يحدث على ما يحدث في العالم، وحرصه كذلك على هداية العالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. فهذه أشياء أساسية من خصائص الإعلام الإسلامي التي يجب على كل من يمارس الإعلام أن يكون مستوعبها استيعابا كبيرا. نعم، هذا على مستوى الخصائص، لكن لو تحدثنا على مستوى الوظائف أو على صعيد الوظائف، هل وظيفة الإعلام في الإسلام بالدرجة الأولى لو وضعنا وظائف يعني على سلم أولويات، هي الترويج لسلطان الله سبحانه وتعالى، أم هي الإخبار بما يجري، أم هي تفسير ما يجري، أم هي إرشاد الناس إلى ما ينبغي أن يكون؟ يمكننا أن نضع عنوانا عاما وهي تنمية الإنسان. تنمية الإنسان يعتبر هو بشكل عام الكلمة الجامعة لفكرة وظيفة الإعلام في الإسلام، بمعنى تنمية عقله، تنمية فكره، تنمية روحه،
تنميته عملي، كأنما نزرع في أرض ونحسن انتقاء بذورها ونحسن سقايتها ورعايتها لننظر بعد ذلك في النتيجة لاحقا. فهنا كأنما الإعلام وظيفته الأساسية هو أن يعتني بهذا الإنسان، أن ينمي هذا الإنسان. ما دمنا نتكلم عن الإعلام في جانب الإنسان، فما يعني كلمة الإنسان هنا تشمل المسلم وتشمل غير المسلم، تشمل الملتزم والمنضبط وتشمل غير المنضبط، تشمل الصغير والكبير والمرأة والشيخ والطفل وكذا. كل واحد يوجه له الخطاب بالشكل الذي يناسبه، ولكنه في النهاية نحن نهتم ونعتني بالإنسان وننميه وفقا لضوابط الإسلام ووفقا لضوابط الشريعة. نعم، فهذا يعتبر بشكل أساسي ما يتعلق بوظائف الإسلام. مثلا الدعوة الإسلامية هي جزء كبير من العناية بالإنسان، أنك إذا أردت أن تنشر عقيدة الإسلام، ترشد مثلا عبادته، تثقفه، تبلغ الرسالة للإسلام، هذا عناية بالإنسان بلا شك. حتى لغير المسلمين أنت تبلغه رسالة الله عز وجل، أنت تعتني بتوضيح الرسالة له. فهذا الجزء في جزء الدعوة الإسلامية. وهنا الفرق بين الإعلام باعتباره رسالة عامة يعني أمام الناس، وبين الدعوة التي في الأصل هي ثابتة تنشر هذه العقيدة ببيان أحكام الله عز وجل والدعوة إليها والاجتهاد فيها. فكرة مثلا محاربة الجرائم، محاربة الانحرافات، إغاثة المتضررين، هذا كله إعانة للإنسان، هذا كله عناية بالإنسان، هذا كله يعني تنمية لذلك الإنسان. فكرة مكافحة الجهل، مكافحة الفقر، مكافحة المرض، كل هذا من المبادئ والمشاكل الموجودة التي إذا قضينا عليها أو اجتهدنا في بيان وتوضيحها فهذا أيضا من وظائف الإعلام في الإسلام والمقاصد. لكن حتى ينجز الإعلام دكتور بشكل عام وينجح وينتشر ويحقق أهدافه يحتاج إلى جو من الحرية كبير وواسع. هنا السؤال، كيف يمكن المواءمة بين مناخ الحرية الذي يحتاجه الإعلام وبين دعني أقول المسؤولية الذاتية النابعة من الضمير المسلم الذي تصوغه الضوابط العقدية والفقهية والأخلاقية التي يقررها الإسلام؟ ثمة قد تكون عند البعض يعني إشكالية في المواءمة بين هذا وذاك. أنا أزعم أنه لا يوجد دين على وجه الأرض ولا فلسفة أعطت الحرية هذه القيمة التي أعطاها الإسلام في جميع مناحيه. يعني لك أن تتخيل أن أعلى سلطة دينية في الإسلام وهو سلطة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمح بإبداء الرأي والتساؤلات وحتى أحيانا الاعتراض على بعض ما يقول صلى الله عليه وآله وسلم. لا تنسى مثلا ما كانه يعني ما قاله سيدنا عمر مثلا في صلح الحديبية، قال: ألسنا على الحق؟ ألسوا على الباطل؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ هذا بكل أريحية كان إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخذ أمرا يجمع له يعني للشورى وكذا، ودخل أيضا حرب في غزوة أحد بناء على شورى الشباب وحماس الشباب وكذا، وهو لم يكن يعني في ذاته يرغب في أن يذهب ويخرج إلى العدو خارجا. هو صلى الله عليه وسلم كما تعرف قبل نصيحة الصحابي الذي قال له أن ليس هذا المكان في بدر بالمنزل، إنما نشرب نحن إذا كنا أمام البئر ولا يشربون. يعني هذا من نوع من يعني قال له: أهو أمر الله أنزله إليك أم هو الحرب والمكر؟ فقال: بل هو الحرب والمكر. قال: فليس هذا بمنزل. هذه كلها، حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تسأل له ما عليه، لا تسأل الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بدا لها من أشياء، وكانت أيضا هي نفسها رضي الله عنها تشجع من يسألها يعني، وأشياء كثيرة جدا يعني إذا ذهبنا نستقصيها فلن نجد. فإذا تحولنا بعد ذلك إلى الخلفاء الراشدين ورأينا أيضا كيف أنهم
كانوا يسمحون بهذا التواصل نعم مع الناس، نعم وتقوم المرأة تكلمه، يعني في تكلم عمر رضي الله عنه في أثناء الخطبة وتعترض عليه طيب وكذا، فهذا بلا شك يعني. فجانب الحرية عندنا في الإسلام جانب مهم جدا، والإعلام لا يقوم أبدا إذا، يعني نحن نقول أن هذا عكس هذا، إذا زادت الحرية يعني يزيد معها الإعلام، إذا نقصت الحرية ينقص معها تأثير الإعلام وأثر الإعلام وفائدة الإعلام. بهذه الطريقة يعني يمكن أن نفهم، لكن بلا شك الحرية لها ضوابطها، ضوابطها في أي مجتمع بشكل عام، وتقف عند حدود الإيذاء والإساءة، وضوابطها في الإسلام أنها لا يسيء للآخرين ولا كذلك يتعدى حدود الله عز وجل. طيب هذا يقودنا للسؤال عن قضية جوهرية دكتور ياسر، كيفية الجمع بين الثابت والمتحرك. الثابت هو القيم العقدية والأخلاقية في الإسلام التي هي حقيقة أس وأصل أصيل في لا يمكن التهاون فيها، وأن الكتاب والسنة، القرآن والسنة، هما إطار مرجعي للعمل الإعلامي، وهو إطار واسع وكبير لا شك. لكن هذا الثابت، كيف يمكن الجمع بين هذا الثابت وبين المتغير الذي يطرأ في هذا الزمن، الزمن التقني والتكنولوجيا والتطورات المتسارعة والأحداث الكبيرة وما يظهر عنها من ظواهر اجتماعية قد لا تكون يعني منسجمة مع القيم الإسلامية، كيف يمكن الجمع بين هذا وذاك بما يؤدي إلى وجود إعلام يواكب العصر، إعلام إسلامي طبعا؟ أن نفهم أن الثوابت والمتغيرات قائمة وموجودة في جميع الأحوال. الإسلام ولله الحمد أعطانا الثوابت، وهي ثوابت جامعة، بمعنى مثلا فكرة العدل والبعد عن الظلم، هذا ثابت. إذا كنا في قضايا أو في أمور قضائية فأيضا نفس الشيء، نراعي العدل والبعد عن الظلم. إذا كنا في الإعلام هنا أيضا نفس الشيء. فإذا تغيرت الوسائل الإعلامية مختلفة لن تتغير المبادئ التي يتكئ عليها، وهي في هذه الجزئية العدل والبعد عن الظلم. فإذا جاء شيء وكان في ميزان العدل، كان في دعم فكرة العدل، فهذا مقبول. إذا كان شيء آخر وهو يدعم الظلم ويبعد الناس عن ميزان الحق والعدل، فهذا مرفوض أيا كان شكله فيما بعد. يعني مثلا فكرة خصوصية الإنسان، قد تنتهك خصوصية الإنسان بالتنصت مثلا، ربما مثلا بأنك بالأقمار الصناعية تستطيع أن ترصد حركته في مكان معين وفي حتى شكل ملابسه أو كذا، هذا مزيد من القدرة الإلكترونية أو التقنية. لكن لو وضعنا لها الضابط الأصلي أنه لا تنتهك الخصوصية إلا لمصلحة راجحة واضحة في هذا الموضوع، هنا مهما تغيرت القدرة الإلكترونية في هذا في الرصد، لكننا نضع لها الضابط الذي يمنع عندما يجب المنع، أو يبيح عندما يباح أيضا التحريم. وقس على ذلك هذه الخصوصية ومثلا مسائل الحياة الشخصية أو كذا، إذا كان هناك مصلحة راجحة لعرضها على الناس، بحيث مثلا موظف في أثناء تأديته لعمله كان يخون مثلا أو كذا، وكان هناك مصلحة في بيان هذه الخيانة وتوضيحها، فهنا يجوز بأي وسيلة كانت أن يتم الكشف عن هذه الخيانة. لكن إذا لم يكن في هذا الإطار فهو أيضا ممنوع مهما كانت الوسائل المختلفة في هذا الموضوع. إذا مهما تغيرت الوسائل تبقى منضبطة بالأصول والثوابت التي وضعها الإسلام، وهي عامة يمكن الأخذ بها بكل الأحوال وكل العصور، في كل العصور. يعني قبل أن أذهب إلى فاصل، ولدي سؤال يعني يحتاج منك دكتور ياسر إلى بيان وتوضيح، وهو سؤال إشكالي مرتبط إلى حد ما بسؤال الحرية الذي سألناه قبل قليل. كيف تتحدى طبيعة العلاقة بين الإعلام الإسلامي من حيث كونه نظرية وتطبيق وممارسة، وبين السلطة السياسية، وأتحدث عن السلطة السياسية الشرعية المنبثقة عن خيار الأمة، خيار الشعب؟ لا يوجد يعني خلاف بين الفصائل المتكونة داخل المجتمع في دورها وبين بعضها البعض. يعني أنه لو هناك مجتمع
سليم ومجتمع منضبط سيساعد بعضه بعضا، سيساعد الاقتصاد الإعلام، ويساعد الإعلام السياسة، ويساعد السياسة الاجتماع، ويساعد الاجتماع الثقافة. كل هذه تتماهى سويا لتنتج مجتمعا سويا منضبطا وملتزما وغير متعارض. لكن عندما تأتي التناقضات، أن السياسة تتحكم في الاقتصاد، والاقتصاد سيتحكم في الإعلام، والإعلام سيسيء بث الثقافة حتى يرضي الساسة ويرضي أصحاب الأموال وكذا، هنا سيتلخبط الجو، وستكون هناك أدوار متضادة أو متنافرة في هذا المجتمع. إذن المجتمع حتى ينضبط بإعلام صحيح لابد أن ينضبط أيضا بسياسة صحيحة، باقتصاد صحيح، باجتماع صحيح، وبذلك تكون الأمور كلها منضبطة. الإعلام وحده لا يكون أبدا قائدا إلا عندما تتاح له الحرية وتتاح له المعلومات ويطلق يده بالضوابط طبعا المهنية والضوابط الشرعية في اختيار المواضيع. فهنا سيكون الإعلام قاطرة كبيرة جدا، لأنه إذا لم تكن هناك قوة مادية فهناك القوة المعنوية، والقوة المعنوية من مجال الإعلام، وهو يعتبر إذن شق من شقي العمل الإنساني. فالإعلام هنا له فائدة كبيرة جدا إذا أعطي أدوات الإعلام، وهي الاحترافية والحرية والإمكانات المالية. كل هذا سيتكامل في إيجاد إعلام منضبط إن شاء الله. الواسع من الممارسة الإعلامية في الغرب أعطى للإعلام صفة مهمة، يقولون الإعلام هو السلطة الرابعة، والمقصود بها السلطة التي تراقب السلطة التنفيذية. هل في الإسلام ما يجيز هذا التوصيف، أم أن الإعلام له وظيفة أخرى غير أن يكون سلطة مراقبة للجهاز التنفيذي أو للدولة؟ هي سلطة الإعلام هي سلطة التأثير وليس سلطة الرقابة. سلطة الرقابة قد تكون مثلا في السلطة القضائية، مثلا قد تكون في سلطة التشريعية مثل سلطات المجالس النيابية وكذا، هي دي الأساس فيها الرقابة. لكن السلطة الرابعة للإعلام لم تكتب كضابط، لكنها لم تعطى في القانون أساسيات وتكون السلطة لها حدودها، وإنما هي سلطة التأثير على المجتمع. وهذا التأثير بلا شك سيؤثر حتى على السلطة التنفيذية، سيؤثر على السلطة القضائية، سيؤثر على السلطة التشريعية، وهي السلطات الثلاثة الأخرى بخلاف سلطة الإعلام. وهنا سلطة الإعلام بما أنها تأثيرية يسعى الجميع أيضا في التأثير فيها أو في الاستفادة منها. فهنا يكون الحراك في المجتمع بهذه الدرجة. إذا كان هناك حرية حقيقية للإعلام، وهذه حقيقة صعبة بالمناسبة، ليس في لا توجد هذه السلطات أو لا توجد هذه التصورات المبدئية للإعلام حتى في أعرق الدول الديمقراطية وأعرق الدول الحرية، لأنه في النهاية ستبقى هناك جهات متنفذة ومؤثرة وتختار هذا يختار الممارس الإعلامي وفق ما يرغبون، وتختار المؤسسات الإعلامية وفق ما يرغبون، حتى ولو كان من باب تحصيل اللذة وتحصيل المنفعة التي هي في الأصل أساسيات في حياة المجتمع الغربي أو المجتمع غير المسلم في كل الأحوال. التأثير أو محاولة التأثير ومحاولة الضغط على هذه المؤسسات الإعلامية لا تنتهي على الإطلاق، وإنما سيكون في مجتمع مثالي نوعا ما، لكنه واقعي أيضا يمكن أن يتواجد إذا تواجدت الالتزامات التي ذكرناها، من أن الأدوار المتنوعة للجهات المختلفة في المجتمع تتكامل لتعطي مجتمعا منضبطا وسويا. أما إذا تناقضت وإذا اختلفت المصالح وتضاربت، وإذا تسلط على الإعلام بحيث يتم اختيار المؤسسات الإعلامية ورسالات المؤسسات الإعلامية والأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الإعلامية، تعال جرب هكذا أن يخرج مثلا واحد أو مذيع أو برنامج في أي مكان مشهور بالحيادية أو مشهور بادعاء الحيادية في أي دولة كانت في الشرق أو في الغرب، وستجد أن هؤلاء ينكل به.
ينكل بهم حقيقة ويبعدون، وأحيانا تشوه سمعتهم. وإذا هناك بالمناسبة يعني شيء من الثقافة السائدة في مثل هذا الموضوع، أنه إذا طرد شخص من مؤسسة إعلامية كبيرة صعب جدا أن ترضى به مؤسسة أخرى منافسة حتى، لأنها هذا كأنه ميثاق غير مكتوب في هذا الأمر. فلذلك يبقى أصحاب الرسالات الحقيقية يعني متحكم فيهم أو مضطهدون، أو أنهم يمررون رسائلهم رويدا رويدا بتعقل وبهدوء حتى لا يخسرون الأمور كلها من بين أيديهم. نعم، وقفة أخيرة ومن ثم عودة لاستكمال موضوع الحلقة. أهلا بكم دكتور. يعني قبل الفاصل فصلت بعض الشيء في تحديد مفهوم الإعلام الإسلامي وطبيعته ووظائفه وحتى شيء من مقاصده. بناء على ذلك يعني لو تسمح لي أن أعيد طرح سؤال طرحته عليك في مبتدأ الحلقة، وهو بناء على هذه المعطيات التي ذكرتها قبل الفاصل، إلى أي مدى ترى أنه من حيث الواقع من حيث التطبيق العملي يوجد إعلام إسلامي اليوم؟ كما ذكرت لحضرتك هناك قرب أو بعد بين التطبيق وبين الثوابت وبين التنظير، يعني وبين تطبيق هذا الإعلام على هذا التنظير. التنظير ثابت وواضح، وما ذكرناه جزء منه بلا شك. يعني إذا قلنا مثلا نحن نريد إعلاما ربانيا عقائديا ملتزما، نريد مثلا إعلاما صادقا كذا، لو خدنا فكرة الصدق لوحدها ستجد أن فكرة أني أريد أن أبث بأسرع طريقة مثلا، خاصة الذين يبثون الأخبار قد لا يهتمون 100% مثلا بمثل هذه الجزئية، بمثل هذا الأصل في خصائص الإعلام الإسلامي. فربما بثوا شيئا يتضح بعد ذلك أنه إما مفبرك وإما مبالغ فيه وإما غير صادق على الإطلاق أو أي شيء من هذا. فكرة أنه يريد أن يحقق سبقا فيكون ذلك على حساب المصداقية، ويكون ذلك على حساب أحيانا الموضوعية وهكذا. فتصير هذه التحديات من المتغيرات التي قد يقتربون منها اقترابا كبيرا أو يبتعدون عنها ولو بعدا قليلا. ففي هذه الحالة يكون هذا الجزء هذه الجزئية مخالفة لضوابط الإعلام الإسلامي أو ضوابط وخصائص الإعلام الذي ندعو إليه وهكذا. طب دكتور، هل من لوازم يعني هل الإعلام وجود الإعلام الإسلامي أو عدمه من لوازم وجود النظام السياسي الراشد أو الشرعي؟ بمعنى أن وجود هذا النظام السياسي الراشد أو الشرعي يلزم منه بعد ذلك وجود الإعلام الإسلامي؟ هو أن المجتمع يعني المجتمع لدينا مجتمع شامل، وكذلك الإعلام هو أيضا يعني في فكرة الوحدة وفي فكرة الشمول جزء أساسي. وكما ذكرت قبل قليل أن الإعلام يعتبر رائد في التأثير الناعم كما يقال، أو تأثير المجتمعي، بخلاف مثلا تأثير الآخر بقوة أو بقوة قانون أو بقوة تشريع. فإذا أردنا أن يتكامل المجتمع بمؤسساته جميعا سيكون بلا شك الإعلام يعني رافد كبير جدا، إذا لم نقل بمبالغة أنه النصف، فعلى الأقل هو ما لا يقل عن الخمس، يعني خمس ما في المجتمع من مؤسسات أساسية تؤثر ويقوم عليها هذا المجتمع. نحن نتكلم الآن عن التأثير ونضع على كلمة تحت كلمة التأثير خطوط. فالتأثير أكبر شيء يقوم به
الإعلام وأيضا التربية من خلال المؤسسات التعليمية. فإذا أردنا أن نؤثر في المجتمع لابد أن نقيم إعلاما إسلاميا منضبطا يدعو إلى وحدة المجتمع، يدعو إلى نبذ الفرقة والاختلاف، يدعو إلى القيم الإسلامية، يدعو إلى الإنصاف، يدعو إلى الواقعية الملتزمة بالمثالية. هذا بلا شك يعني الدور المنتشر الأكبر للإعلام، لأنه يصل إلى البيوت كما تعلم وإلى الأشخاص في أماكن بعيدة وكذا، بينما التعليم يحتاج إلى من يذهب إلى التعليم وينضبط به، وهذا ليس يعني تنقيصا من شأنه، بل التعليم بلا شك أكثر أثرا وأعمق، لكنه يأخذ مساحة أقل من ناحية التأثير في البشر، ويشبه ذلك بل أكثر منه قليلا المساجد مثلا أو دور العبادة، لأن الناس قد لا يأتون بمجملهم إلى مساجد ودور العبادة، لكنه أيضا مجال آخر للتأثير، وهو أيضا إذا ضمننا إليه فكرة الدعوة علنية فهي رسالة إعلامية في النهاية، وهو يمكن أن يفهم من خلال أيضا فهمنا للإعلام. الخلاصة أن مجتمعات أن عفوا مؤسسات المجتمع المختلفة هي بلا شك من الأشياء التي ينبغي أن تتكامل وتنضبط. فإذا أردنا أن نقيم مجتمعا منضبطا ملتزما يعني متحدا متوافقا، لا تنسى أن مثلا عدم وجود الإعلام، لو تخيلنا في فترة ما أننا نزعنا الإعلام من الحياة، كيف سيعرف الناس قيمهم؟ كيف سيعرف الناس أوامر حتى الحكومة أو طلبات الحكومة، التحديات التي تواجههم؟ كيف سيغاث المتضررين مثلا؟ كيف سنحارب الأخطاء والمشاكل؟ وكيف سننقل القيم فيما بيننا؟ لو تخيلنا أن هذا عندما ننزع الإعلام من وجودنا، فإذا وضعناه سنضع معه هذه الأشياء، سنضع معه صدق الأخبار، سنضع معه التثقيف المنضبط، سنضع معه الترفيه المنضبط، سنضع معه كما ذكرت وأشرت سابقا فكرة التربية على الإعلام. أن نحن إذا أردنا نفرق بين الإعلام الإسلامي وغيره، نعم أن الإعلام الإسلامي يهتم بتربية الناس، يهتم بتثقيفهم تثقيفا يرشدهم في حياتهم للعمل، للجزء من نعم أساسي في التطبيق، وليس مجرد التثقيف لكن دكتور العقلي. لكن دكتور دكتور ياسر، يعني الآن تحدثت بشكل نظري عام، على مستوى التطبيق برأيك إلى أي مدى الإعلام الذي بين أيدينا في العالم العربي والإسلامي، أو بما نعرفه على الأقل في العالم العربي، إلى أي مدى هذا الإعلام نجح في أداء وظائفه أو أخفق طبقا للمنظور الإسلامي أو الرؤية الإسلامية؟ لا يمكن إطلاق، كما ذكرت لك من قليل، لا يمكن إطلاق حكم عام على المؤسسات بشكل عام، يعني لا أستطيع أن أقول لك المؤسسة الفلانية دي إسلاميا مقبولة تماما، لأنه أحيانا تحدث أشياء كما ذكرت لحضرتك، مثلا يريد أن يسبق سبقا يتجاوز عن فكرة المصداقية والصدقية والتحري مثلا، وهي أساسيات في الإعلام الإسلامي. لكننا كما نقول نسدد ونقارب، نبتعد ونقترب، لكن عندما نددن حولها وعندما دائما نكون قريبين منها، سيكون هذا بلا شك في التقييم العام أنها يعني مؤسسة إسلامية أو تقترب من الإعلام الإسلامي بشكل كبير. لا نريد أن نضع يعني وكأننا ليس هناك مجال لتطبيق الإعلام في الإسلام أو الإعلام الإسلامي في المؤسسات، وإنما في نفس الوقت لا نعطي كما يقال شهادة عامة يأخذها الناس وينامون وكأنهم خلاص قد حصلوا على سك الغفران يعني. نعم، يعني أشكرك دكتور ياسر عبد التواب، أشكرك شكرا جزيلا في ختام هذه الحلقة، رئيس أكاديمية الدراسات الإسلامية والإنسانية والخبير الإعلامي، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول. شكرا لكم مشاهدينا الفاضلين، في حراسة الله.